السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة طرأ على الصلح الذي أبرمه النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش أمراً جديداً. قلنا سابقاً بأن بنو بكر كانوا حلفاً مع قريش، وكانت خزاعة حلفاً مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين بنو بكر وبين خزاعة ثأر وعداوة قديمة، وبدأت شرارة الموضوع بأن أغارت بنو بكر على خزاعة ليلاً ولم تحترم هذه المعاهدة. عندما يطلق عليه اسم الوتير أغار فرع من بني بكر على خزاعة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد. حتى قريش ساعدت بني بكر في هذه الإغارة. فما الذي حصل؟ أغاروا عليهم وبعضهم كان يصلي، بعضهم مسلمين خزاعة، بعضهم كانوا يتهجدون في الليل. أغاروا عليهم حتى ألجأوهم في القتال إلى الحرم، وقيل لقائد الجيش اللي أغار: إنا دخلنا الحرم. قائد جيش بني بكر واسمه نوفل بن معاوية: إنا دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني مكان حرمة الإله. فقال كلمة عظيمة لما ثارت النعرات الجاهلية وبدأ الرجل يريد أن ينتقم، قال: لا إله اليوم. يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم. يعني أنتم جايين حين زايدون علي تقولون لي إلهك، أنتم تسرقون في الحرم أصلاً. أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ لجأ بعض يعني الناس من بني خزاعة إلى بيت بديل بن ورقاء بمكة، وكان الباب مغلق، فلما وصلوا له حاولوا أن يفتحون الباب، يطرقون الباب، ما في أحد فتح لهم، فقتلوا عند الباب. وجاء مبعوث من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، وكعادة العرب في طاب الحاجات أو في الافتخار أو في غيرها أن يذكرون بين يدي من يكلمونه شعراً. فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي، إني ناشد محمداً حلف أبينا وأبيه الأتلدة، حلف القديم، فانصر هداك الله نصراً أعتدى، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أنسيم خسفاً وجهه تربد، يعني تغير وجهه إلى السواد من الغضب، في فيلق كالبحر يجري مزبدة، إن قريشاً أخلفوك الموعدة، ونقضوا ميثاقك الموكدة، وجعلوا لي في كداء رصدة. كداء منطقة في كدي، وفي كداء منطقة قريبة من الحرم. هم بيتونا بالوتير، يعني عند ماء الوتير، هم بيتونا بالوتير هجدا، كنا نتهجد، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يتجهزوا، لكن كتمهم إلى أين يريد أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى خزاعة، ذهب إلى قوم آخرين، ما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أبو سفيان بلغه الخبر، جاءه الحارث بن هشام
فقال له ما فعل يعني بنو بكر وما فعل جزء من قريش وقفوا معهم. قال هذا أمر لم أشهده، أنا ما شهدته ولم أغب عنه، ما غبت عنه عندي خبره، وإنه لشر ووالله ليغزون محمد. ثم خرج أبو سفيان متوجها إلى المدينة، يعني يريد أن يعني يزيد في المدة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الخبر ولا لا. فدخل على ابنته أم حبيبة رملة رضي الله عنها أم المؤمنين في المدينة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام أخذت عنه الفراش فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني شايفة أن الفراش مو مستواي وأنا أبوك وتريدين تكرميني، ولا رغبت بالفراش عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لقد أصابك يا بني شر. ثم خرج غاضبا أبو سفيان من عندها حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أشدد العقد، أنه حسبال الحين إلى الآن نفس سلم ما بلغ الخبر، أشدد العقد وزدنا في المدة، إحنا اتفقنا 10 سنوات، لا زدنا في المدة، نريد حلف أو صلح عفوا أطول من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ قال معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. فما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى رد ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعرف أن أبو بكر علاقته وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه في الأمر أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أنا بفاعل، ما راح أكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه أن يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر معروف عداوته لقريش، يعني سنجد في هذا الكلام والحوار الذي يدور أن أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كانا لينين مع قريش، اللي كان عنده عداوة شديدة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك عمر في خلافته كان شديد على قريش أيضا، بل شديد على كبار من أسلم من قريش. في مجلس من مجالس عمر رضي الله عنه ينتظر أبو سفيان وسهيل بن عمرو وأكثر من واحد من كبار زعماء قريش اللي أسلموا، فما يدخلون، ويأتي بلال وبعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين من الضعفاء فيدخلهم مباشرة، فيغضب أبو سفيان لذلك، فيرد عليه سهيل بن عمرو قال لا يعني نحن تأخرنا في الإسلام فأخرنا الله. فلاحظوا عمر كان شديد على قريش، و يعني في قراءتنا لغير السيرة النبوية، لقراءتنا للتاريخ تاريخ الخلافة، سنجد أن الوضع تغير من عهد عمر رضي الله عنه إلى عهد عثمان رضي الله عنه. عثمان يحب قريشا وتحبه حبا شديدا، وعمر كان بينه وبين قريش عداوة منذ أسلم وهو عداوة مع قريش. فقال له عمر أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو ما أجد لكم إلا الذر، إلا النمل الصغير لجاهدتكم به، ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله. يعني إذا كان في حلفنا وياكم أنت يا قريش شيء جديد فأسأل الله أن يخلقه، يعني خليه قديم ويبليه. وما كان مثبتا فقطعه الله، وما كان مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان جزيت من ذي رحم سوءا، وخرج من عنده.
وذهب إلى عثمان فكلمه، فقال عثمان: جواري من في جواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أجير على نفسه سلم، اللي يجير على نفسه سلم أنا أجيره، لكن أنا أجير عليه لا. ثم خرج أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها الحسن بن علي، وكان غلاما يدب بين يديها. فقال: يا علي، إنك أمس القوم بنا رحما، يعني أنت من اللي كلمته مانا أنت أقرب واحد لنا في الرحم، وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى محمد. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة قال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا، ولدك الصغير هذا، تأمرين فيجير بين الناس؟ يعني على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يجير على المؤمنين أدناهم، يلا هذا ولد حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ابنا له وصغير في العمر، يلا خليه هو يجير، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت رضي الله عنها: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أظلمت الدنيا أمام أبي سفيان. فقال: يا أبا حسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. فقال علي رضي الله عنه: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك من الله شيئاً، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. وقف وقول أنا أجرت قريش، ثم الحق بأرضك، ارجع. قال أبو سفيان: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان قال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يغفرني أحد، يعني ما في أحد رح يجيرني، ولا يرد جواري أحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. رجع أبو سفيان، ركب بعيرة ورجع وانطلق إلى مكة. حتى إذا وصل استقبله من بقي من قادة قريش، فقالوا: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له، فجئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني من ذلك شيئا. قالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس، وقال لي: لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا يخفر جوارك، ففعلت. قالوا: هل أجاز لك ذلك محمد؟ قال: لا، وإنما قال: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. فقالوا له: ويلك، والله إن زاد الرجل عن أن لعب بنا وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيئا. قال: والله ما وجدت غير ذلك، أنا هذا اللي سويته وما أقدر على أكثر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب الآخر أمر عائشة رضي الله عنها أن تجهز له جهازه في البيت، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أحداً إلى أين هو ذاهب. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تعد الجهاز للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أي بنية، أأمرك رسول الله أن تجهزوه؟ قالت: نعم. قال: فأين ترينه يريد؟
وين ناوي النبي عليه الصلاة والسلام يروح؟ فصمتت، فقال لعله يريد بني الأصفر الروم، فصمتت، لعله يريد أهل نجد، فصمتت، فلعله يريد قريشا، وإن لهم مدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلن، هذا سبب أن أبو بكر يسأل، والبقية أيضا ما يعرفون أن رايحين قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلن أن نقض العهد مثل ما حصل مع بني قريظة ولا بني قينقاع ولا بني النضير، لا ما أعلم، ساكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلعله يريد قريشا وإن لهم مدة، فصمتت رضي الله عنها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال: نعم. قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. أتريد أهل نجد؟ قال: لا. فلعلك تريد قريشا؟ قال: نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أليس بيننا وبينهم مدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو بكر ولم يخبر الناس، لكن استنفر النبي عليه الصلاة والسلام القبائل التي حول المدينة والمسلمين اللي يستطيع أن يحشدهم في ذلك، فتجهز له 10,000 مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يعمي قريشا عن مسيره هذا، قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، حتى نفاجئهم في بلادهم. وقال للصحابة موصيا، الصحابة اللي بدأوا يتجمعون كمقاتلين: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه، يعني ما تدخلون واحد بينكم وانتم ما تعرفونه من بين الجيش إلا رددتموه، اللي تنكرون أن هذا ما نعرفه رجعوه. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بسرية صغيرة إلى إضم حتى يوهم من يعني يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام تجهز أن كأنه يريد إضم ولا يريد مكان آخر، لكن علم وتفطن لمسير النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين، ورجل بدري يعني له مكانة عليا من أهل بدر. لكن المفاجأة أن هذا الصحابي وهو حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه كتب كتاباً إلى قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم. أعطى هذا الكتاب إلى امرأة مشركة من مزينة وجعل لها جعلاً، يعني قال لها: إذا فعلتي لي هذا الأمر لك الهدية الفلانية أو المبلغ الفلاني. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلهم فرسان، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى روضة خاخ، موضع بين مكة والمدينة، فإن هناك امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة، فأتوني بهذه الصحيفة. يقول: فانطلقنا حتى إذا وصلنا إلى امرأة على بعير لها، قلنا لها: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بعيرها، فابتغينا في رحلها، ندور في رحلها ما وجدنا أي شيء. فقال صاحباي الزبير وأبو مرثد، قالوا: ما وجدنا شيء. فقال لهما علي: لقد علمتما ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه، والذي أحلف به، يعني الله عز وجل، لئن لم تخرجي الكتاب لأجردنك، يعني أزيل ملابسك، أنزع عنك الملابس. هددها، فأهوت إلى حجزتها المكان اللي تربط فيه وأخرجت الصحيفة. فيقول: انطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد دعا حاطبا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وهذا من جميل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الواحد لما يحصل له موقف ما يتسرع ويعاقب وهاوش وهذا، لا، يفهم سبب الموضوع أصلاً. قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئاً
ملصقا في قريش، يعني أنا حليفهم مو من أهل قريش. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن يكون عنده عندي عليهم يدا يحمون بها قرابتي، ووالله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. عمر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، عمر شديد رضي الله عنه في مثل هذه المسائل، فقال: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولة عظيمة، يعني لو لم يقل عمر هذا الكلام لما يعني علم الناس بهذه المقولة. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، قال: الله ورسوله أعلم. أنزل الله عز وجل في هذه المسألة قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر الآيات. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة وكان نفسه سلم أيضا صياما، كانوا صائمين، حتى إذا وصلوا إلى موضع قريب من مكة وقد زاد عليهم العطش والتعب، أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة. في الطريق، في طريق ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، يأتيه الحارث، يأتي أبو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن أبي أمية. وكان هذان الاثنان قد آذيا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة كثيرا، يعني عبد الله بن أمية هو اللي نزلت فيه الآية: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآية. اللي طلبها: ليش ما يجي لك ملك من السماء؟ ليش ما ترتفع أنت في السماء؟ لماذا لا تفجر لنا يا نبي؟ لماذا كذا؟ ولن نؤمن بك. هذا عبد الله بن أمية. أبو سفيان بن الحارث كان يقول شعرا، وقال شعرا شنيعا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي قرابته. لما وصل أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية أرادا أن يقابلا النبي عليه الصلاة والسلام، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابلهما. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي بهما. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهما قالا أن إذا لم يقبلنا النبي عليه الصلاة والسلام والله لا نطوف في الأرض ولا نأكل ولا نشرب حتى نموت. وجاء أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ائته في وجهه، تعال وجها لوجه، وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رح يردكم. وبالفعل أتاه أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية فقالا له الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مر الضهام، وصل ليلا، أمر الصحابة أن يوقدوا النار، 10,000 شخص ويوقدون النار، يعني بلا شك أن من ينظر إلى المكان بعيد سيرى نيران.
واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش أو على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا، إذ يأتيه أو ربما قبل ذلك يأتيه العباس بن عبد المطلب مسلما، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه قبل أن تفتح مكة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرس السابق لما قال الخالة أم، قال الرجل عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبوه، عم الرجل صنو أبيه، فلذلك فرح أن عم العباس يأتيه بعد ذلك. قريش بدأت تتحسس الأخبار، فخرج أبو سفيان وقد يعني أغروه بأن يعني خذ من محمد أمانا قد أتانا، فخرج أبو سفيان ومعه حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء، بديل من خزاعة، يعني هو اللي أخبر نفسه سلم الخبر أصلا مع عمرو بن سالم أو بعد عمرو بن سالم، يلتمسون الأخبار ويرون النبي عليه الصلاة والسلام ناوي على ماذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من مكة قال للصحابة إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك، أنا يعني أتمنى أنهم ما يضلون على الشرك، وأرغب لهم في الإسلام. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عتاب بن أسيد. وعتاب بن أسيد الأموي رضي الله عنه هو اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام مكة بعد فتحها إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمير مكة، وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. فأقبل الثلاثة نفر الذين ذكرناهم أبو سفيان حكيم بن حزام بديل بن ورقاء حتى وصلوا إلى مر الظهران، فإذ هم بنيران كثيرة ففزعوا لما رأوا في الليل والنيران الكثيرة، ما هذا؟ قال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نارا قط ولا عسكر. قال بديل بن ورقاء هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. عفوا بديل ليس من خزاعة، تذكرت الآن، بديل من الأحابيش. فقال أبو سفيان خزاعة، حين بديل يقول له هذه خزاعة ينتقمون باللي حصل لهم، فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فبينما هم كذلك إذ جاء العباس فعرف صوت أبي سفيان وهو يتحدث مع بديل بن ورقاء، قال يا أبا حنظلة، فعرف أبو سفيان صوت العباس، قال يا أبا الفضل ما وراءك؟ قال ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله، مثل يا ويلكم يعني. قال أبو سفيان فما الحيلة؟ فقال العباس والله لأن ظافر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجزي، يعني مؤخرة هذه البغلة، بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبها العباس، حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك. فركب أبو سفيان خلف العباس في البغلة، ورجع حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى مكة. يقول العباس فجئت فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذه؟ قالوا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وعليها عم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه هو اللي مسؤول الحرس، قال من هذا؟ وقام إليه، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد. الحين طبعا ما بيننا عهد ولا شيء أنا أنقضه، وفرصة أنت يا إلي بريولك الآن. ثم أخذ يشتد نحو النبي عليه الصلاة والسلام، العباس يشتد في البغلة بسرعة يلحق يوصل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر قام من مكانه ويحاول أن يلحقهم، وركض في البغلة فسبقته، العباس يقول فاقتحمت عن البغلة فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عمر،
فقال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، دعني لأضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، العباس يتكلم، إني قد أجرته. ثم جلست إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان، العباس يقول لما تكلم عمر وايد شاد على موضوع أبو سفيان إلا يقتله، قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان أباك الخطاب، في رواية لو كان من رجال بني عدي بن كعب، ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب حين أسلم، لو أسلم، وذلك لأن في إسلامك ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني. صار صباح، تأتني. يقول العباس: فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، ووالله ما ظننت أن لو كان مع الله إله آخر لقد أغنى عني شيء بعد، يعني لو كان فاضني، يعني لو في إله ثاني مع الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في نفسي شيئا منها. أنا مو مقتنع للحين. فقال له أبو سفيان، قال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد أبو سفيان شهادة الحق وأسلم هنا، يعني أسلم خوفا. لكن في مسألة مهمة تطرق لها العلماء، منهم العلامة المعلمي رحمة الله عليه، لما البعض تكلم على مسألة إسلام الطلقاء أو إسلام الأعراب أو إسلام، يعني بعض من خاف من مؤلف قلوبهم وغيرها، قال أن التجربة التاريخية أكدت أن أكثرهم حسن إسلامهم، وسنجد بعد ذلك عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم وسهيل بن عمرو، يعني أناس أبلوا بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، إما بالثبات أمام حركة الردة، وإما بالقتال والاستشهاد. فأبو سفيان الآن في البداية أسلم الآن خوفا. ثم قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. واحد يحب الفخفخة والفخر وكذا، أعطى شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يعني اختص هو بالاسم، إن اللي يدخل داره آمن. ثم تحرك النبي عليه الصلاة والسلام من مر الظهران وتوجه إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس عنه أبا سفيان، خلوا أبو سفيان لا يرجع. فحبسه العباس بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمضي. وبدأت الكتائب، كل كتيبة تمر أمام العباس وأمام أبو سفيان، والكتائب تمر وفيها إبهار، وكلما مرت قبيلة أبو سفيان يقول العباس: يا عباس، من هذه؟ يقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم. يا عباس، من هذه؟ غفار. ما لي ولغفار. وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع، كل القبائل قاعد تأتي وتمر، ويقول: ما لي ولبني فلان. ومر النبي عليه الصلاة والسلام في كتيبته الخضراء، خضراء مو معناتها لونها أخضر، كانوا العرب
يطلقون أحياناً تسمية الخضراء على السواد. طيب سواد ماذا؟ قالوا من الحديد اللي كانوا يلبسونه كعدة محارب، وما كان يبين منهم إلا أعينهم فقط، فكانوا يسمونها كتيبة الخضراء. النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، وراية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيم الخزرج. فقال الحين إبهار ثاني صار، فقال أبو سفيان: سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، من يقدر عليهم هذول؟ والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أنت مو راضي تفهم يعني؟ ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، أي ملك يعني؟ فقال: نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وسعد يمر، وسعد بن عبادة واحد ممن بايع في العقبة، وسعد بن عبادة في العقبة الثانية قبض عليه وهو راجع إلى المدينة، كلهم مشوا إلا هو انقبض عليه وضربوه ونتفوا لحيته وفعلوا فيه الأفاعيل حتى أجاره جبير بن مطعم، فبينه وبينهم ثار يعني. فلما مرت الأنصار على أبي سفيان، منه حامل اللواء سعد بن عبادة، قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. فقال أبو سفيان للعباس: يا عباس، حبذا يوم الذمار، يعني يوم الهلاك خلاص. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة أبي سفيان والعباس، ناداه: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. قال: ألم تعلم ما قاله سعد بن عبادة؟ مر توه قبلنا. قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، يعني أخطأ سعد بهذا الكلام، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، وفي رواية: اليوم يوم المرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة ونزع منه الراية، لكن تطيبا لخاطره ما نزع من الراية في هذا الموضع وأعطاها لواحد من المهاجرين والأنصار، لا، أعطاها لابن سعد، قيس ابن سعد بن عبادة. لكن لما علم سعد بن عبادة أن أعطيت الراية لقيس وأنه قد أخطأ بكلامه، كلم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الراية أحدا آخر. قال: يا رسول الله، ما أريد أن ابني يعني يخطئ بأي شيء وهو يحمل الراية. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام منه وأعطاها للزبير ابن العوام رضي الله عنه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله لمكة قسم الدخول، وجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، ومعاه مجموعة قبائل اللي ذكرناها، سليم وجهينة وغفار، وهذا هو على رأسهم، هو رئيس الكتيبة، ويدخل من جهة كدي، اللي يعرف الآن تقسيمه في مكة يعرف كدي من أي جهة يعني. وجعل الزبير ومن معه يدخلون من كداء. ثم قال العباس، لما الآن الجيش بدأ يمشي ويقترب من مكة، قال العباس لأبي سفيان: أن جاء إلى قومك، يلا اسرع الآن حين خبرهم. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة، وصرخ بالناس: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجه هند بنت عتبة، وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، يعني هذا الضخم السمين الدنيء اللي ما في خير، يعني شوف سبحان الله امرأة شديدة لهذه الدرجة.
قبح من طليعة قوم، يعني قبحك الله، أنت اللي طليعة الناس، أنت اللي رايح تفاوض. فقال أبو سفيان: ويلك، جاء بالحق فاسكتي، يعني أنا جئتكم بالحق، فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. أنت يا هند إذا ما أسلمت ترى على الدور يعني. ثم التفت إلى قومه قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، هذه لا تغركم بكلامها وتقاومون وتبتسون مشاكل، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، أنت دارك الحين نقعد كلنا ندخلها. قال: ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم، لكن في مجموعة ما عملت بهذا الكلام، وفيها ناس من كبار قريش. الجيش اللي أتى من جهة كدي بقيادة خالد بن وليد، يتفاجأ خالد بن وليد رضي الله عنه بجيش أمامه ومجموعة تريد أن تمنعه وترميه بالنبل، فقاتلهم قتالاً شديداً خالد بن وليد رضي الله عنه، حتى قتل منهم يعني حسب ما يذكرون تقريباً 29 أو 28 شخص. وكان ممن يعني قاتله صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، يعني لاحظوا سبحان الله يا جماعة من يقاتل من، ها؟ خالد بن وليد اللي كان في يوم من الأيام قائد من قاداتهم، الآن من يقاتله؟ يقاتله عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بعد. حتى إذا انهزموا رجعوا دخلوا إلى الحرم، ودخل خالد بن وليد فقال لهم أبو سفيان لما رآهم: من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. فاختبأوا، وهنا أبو سفيان يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، يعني شو المشكلة الحين؟ فقال له بأن خالد فعل كذا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن وليد ولامه، عاتبه: ليش قاتلتم؟ فقال: يا رسول الله، هم بدؤون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل، قاعد يرمونا بالنبل، يعني هم اللي قاتلونا، احنا قاعد ندافع عن انفسنا، وانا مسكت نفسي، يعني انا ما مجرد ان احنا انتصرنا عليهم فتركتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله خير. قال: كفوا عن السلاح الا خزاعة من بني بكر. خزاعة اذا بيتفاهموا مع بني بكر اللي غدروا فيهم كيفهم، لكن احنا ما نرفع السلاح. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك صلاة العصر. في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سنحكي النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ما الذي جرى من النسك نفسه، من طواف النبي عليه الصلاة والسلام، من تعامله مع كفار قريش، من الأحداث التي جرت في دخول النبي عليه الصلاة والسلام وفي فتحه لمكة، والحمد لله رب العالمين.